هل صلاة السنن صامتة أم جهرية؟ وصلاة الليل أيضا. صلاة السنن في السر صلاة النهارية، والليلية في السر النفل الراتب في السر، والنفل المطلق إن شئت أسررت وإن شئت أعلنت. وقد ورد حديث: أما إذا كان هناك إمام في صلاة الليل يجهر، أما إذا كنت منفردا فلك أن تجهر ولك أن تصمت، أن تصمت عفوا. وقد ورد في هذا الصدد حديث في سنده مقال يسير، أن الرسول سأل أبا بكر كيف يقرأ في صلاته، كان أبو بكر يخفض الصوت وكان عمر يرفع الصوت، فسألهم النبي قال أبو بكر: يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيته. قال عمر: أرفع الصوت أطرد الوسناء، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فأمر النبي هذا أن يرفع شيئا وهذا أن يخفض شيئا، لكن سنده في مقال. لكن أمر الأمر مباح، أنت تصلي الليل بمفردك لك أن ترفع ولك أن تخفض، أنت إمام تجهر في صلاة الليل.